مشاهدينا نرحب بكم ضمن حلقة جديدة من برنامج موضوع اليوم. يبدأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف جولة دبلوماسية إلى القارة الإفريقية في الأسابيع المقبلة لمناقشة سبل تعزيز التعاون البيني، ويرتقب أن تشمل المملكة المغربية حسب مصادر إعلامية دولية سعيا من قصر الكريملين لبسط نفوذه السياسي بدول شمال ووسط القارة السمراء بعد تراجع للحضور الفرنسي. ويرتقب أن تنطلق الجولة الإفريقية الثانية لوزير الخارجية الروسي الأسبوع المقبل دون أن يصدر بلاغ رسمي عن الجهاز الدبلوماسي لقصر الكريملين لتشمل كل من أنغولا، جنوب إفريقيا، بوتسوانا، بينما سيعود من جديد إلى شمال إفريقيا لزيارة المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا. للتفصيل في هذا الموضوع معنا ضيفا من مراكش السيد إدريس الجريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش. أهلا وسهلا بكم أستاذ جريني. أهلا وسهلا. مرحبا. ومعنا أيضا ضيفا من القاهرة السيد رامي زهدي، خبير في العلاقات الإفريقية. أهلا وسهلا بكم أستاذ زهدي. أهلا وسهلا. مرحبا. إذن أبدأ بكم أستاذ زهدي، يعني ما هي دواعي الزيارة التي يقودها لافروف إلى مجموعة من البلدان الإفريقية، وفي أي سياق تأتي أيضا هذه الزيارة؟ الحقيقة احنا في مرحلة الآن يتحول التنافس الدولي تجاه القارة الأفريقية إلى جانب إجرائي منذ قمة خليجية صينية في نهاية العام الماضي، تبعتها بعد أيام قمة أمريكية إفريقية، ثم زيارة لوزير خارجية الصيني، ثم زيارة لوزيرة الخزانة الأمريكية، وزيارة لرئيس مدير الاستخبارات الأمريكية. الآن تأتي زيارة لوزير الخارجية الروسي بعد أقل من عام من زيارته الأولى التي تمت في يوليو الماضي، تأتي لأسباب مختلفة، أبرزها أو الإطار العام لها هو سرعة التنافس ما بين القوى الدولية، بعد أن ظننا بأن التنافس أصبح محصورا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، تدخل الآن روسيا مرة أخرى كلاعب أو كمؤثر أساسي في هذا التنافس. وللزيارة أسباب كثيرة، منها ما هو معلن ومنها ما هو نستطيع أن نصل إليه تحليليا. طيب أستاذ الجريني، أي مؤشرات وأي دوافع تحملها عملية إدراج المغرب ضمن هذه الجولة الإقليمية المرتقبة التي يقوم بها لافروف، وما الذي تعكسه أيضا؟ بداية يمكننا أن ننظر لهذه الزيارة للمغرب من زاويتين، من الزاوية المغربية التي تبرز على أن المغرب استطاع أن يرسي علاقة متوازنة مع مختلف القوى الدولية الكبرى، وطبعا تمتينه لعلاقات في اتجاه دول الاتحاد الأوروبي لم تمنع من أن يعزز كذلك علاقاته مع روسيا، مع الولايات المتحدة، مع الصين، وهذا بطبيعة الحال أمر مهم محسوب للسياسة الخارجية المغربية التي طبعا تراهن على تنويع الشركاء من جهة، وتنأى بنفسها عن التموقعات الضيقة. من ناحية أخرى، روسيا بدورها تنظر إلى المغرب طبعا كبلد له موقعه الاستراتيجي، له مكانته الإقليمية، وكذلك هناك أيضا مجال ومتسع كبير من التعاون على المستوى الاقتصادي، على المستوى الفلاحي، على المستوى الطاقة، بالصورة التي تراهن كذلك من خلالها روسيا على الانفتاح على إفريقيا من خلال بوابة المغرب، على اعتبار أن المغرب طبعا تربطه علاقات متينة مع البلدان الإفريقية، والمغرب كذلك استطاع أن يتموقع داخل الآليات أو مؤسسات الاتحاد الإفريقي، بالصورة التي عزز من جانبه هذه العلاقات، وبكل تأكيد بإمكانه أن يلعب دورا مهما جدا في تمتين هذه العلاقات، خصوصا وأن روسيا لها طموحات عبرت عنها منذ سنوات فيما يتعلق بتعزيز علاقاتها مع البلدان الإفريقية، وفي سبيل عودتها إلى الواجهة الدولية، وتجاوز طبعا احتكارية بعض القوى الدولية للتعامل مع البلدان الإفريقية. طيب أستاذ زهدي، يعني اليوم ما الذي تطلبه روسيا، وما الذي أو أي دور للمغرب مرتقب في إنجاح الحضور الروسي في إفريقيا، وكيف سيساعدها على بناء قنواتها التجارية وأيضا السياسية مع مختلف بلدان القارة؟ روسيا تبحث عن أولا إبراز دورها كقوة عالمية وليست إقليمية محدودة، وتواجدها في القارة الأفريقية تبحث عن ظهير إفريقي قوي سياسيا واقتصاديا. المغرب من أهم الدول المؤثرة في القارة الأفريقية، وبالتالي هي من ضمن الدول التي يجب أن تكون
ظهيرا أو تمثل ظهيرا للقرار الروسي، وأيضا اقتصاديا علاقات تشرقية قوية. مما لا شك فيه أيضا أن من الأسباب المعلنة للزيارة هي التحضير للقمة الأفريقية الروسية في يوليو القادم، والتحضير للقمة البرلمانية الروسية الأفريقية في مارس القادم. وبالتالي هناك أسباب معلنة هي دعم العلاقات وأواصر التشرقية الروسية الأفريقية، بالإضافة لإبراز الدور الروسي في السباق نحو القارة الأفريقية. وعندما نتحدث عن هذا السباق، هي لابد لروسيا أن تستهدف تواصل قوي مع الدول القوية التي تمثل بوابات محورية أو محاور ارتكاز في القارة الأفريقية، منها في منطقة الشمال الأفريقي وفي أفريقيا كلها، المغرب على سبيل المثال. لذلك أدرجت المغرب ضمن النقاط الهامة في هذه الزيارة. طيب أستاذ الجريني، ماذا عن المجالات، مجالات التعاون التي يرتقب العمل عليها بين الجانبين الروسي والمغربي والسعي إلى تطويرها من خلال هذه الزيارة المرتقبة للافروف؟ ثم أي أشكال سيتخذ هذا التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في إفريقيا؟ لا شك أن هناك مجالات متعددة للتعاون، والتي كما قلت هي يعني تعاون متبادل. يعني في الوقت الذي ينظر المغرب طبعا لروسيا كدولة وازنة لها حضورها طبعا على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى كذلك الصناعي وأيضا على المستوى الفلاحي، خصوصا وأن روسيا تعتبر من البلدان الرائدة في مجال تصدير الحبوب بمختلف أشكالها. فأيضا يعني هناك كذلك مراهنة على الاستفادة من فرص الاستثمارات التي طبعا يمكن للمغرب أن يستفيد منها داخل روسيا. كذلك هناك أيضا فرص أخرى بالنسبة لروسيا داخل المغرب. يعني نستحضر هنا طبعا كما قلت مجالات يعني مختلفة، بما فيها الطاقة، بما فيها قضايا مرتبطة بالتعليم، بقضايا أخرى مرتبطة بالصناعات. وبكل تأكيد على أن روسيا هي تسعى كذلك لإعطاء يعني صورة إيجابية ربما قد يعني تزيل هذا النوع من المشاكل التي وكذلك العقوبات التي فرضت عليها في الآونة الأخيرة، خصوصا بسبب الحرب في أوكرانيا. تحاول أن تبحث لها عن متنفسات، وتبحث لها كذلك عن فضاءات يمكنها أن تنفس عنها. وأعتقد بأن يعني روسيا اليوم يعني تحاول حقيقة أن تعود إلى الواجهة الدولية، خصوصا وأن لها طموحات كبيرة للعب أدوار طلائعية في النظام الدولي. وأعتقد بأن الانفتاح على بلدان كالمغرب يعني يمكن حقيقة أن يعزز لشراكات قد تساهم يعني إلى حد كبير في تعزيز التعاون بين الجانبين وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين في مختلف المجالات والقطاعات. طيب في المقابل يعني أستاذ الجريني، وفي مقابل يعني هذا التقارب الروسي المغربي، كيف يستطيع المغرب أن يحافظ على العلاقات المتوازنة مع مختلف شركائه الدوليين رغم الظرفية الجيوسياسية الدقيقة التي تمر منها التقلبات الاستراتيجية في مناطق مختلفة من العالم، وفي ظل لعبة المحاور؟ يعني كيف يستطيع المغرب إرضاء جميع شركائه في ظل هذه المعادلة الصعبة؟ أولاً، هذه السياسة أعتقد بأن المغرب تنبه لها في السنوات الأخيرة، خصوصاً تحت ضغط الأزمات المالية التي عصفت بشريكه الرئيسي الذي هو الاتحاد الأوروبي. وبدأ المغرب ينسج علاقات يعني منفتحة في إطار تعاون جنوب-جنوب أو في إطار تعاون جنوب-شمال. ولذلك لاحظنا هناك توجهات نحو إفريقيا، نحو أمريكا اللاتينية، نحو الدائرة العربية، وأيضا توجهات نحو أقطاب دولية كبرى كما هو الشأن بالنسبة للولايات المتحدة والصين وغيرها. وهذا التوجه أعتقد بأنه مهم جدا. أولا يمكنه أن يفتح للمغرب مجالا كبيرا فيما يتعلق بإنماء التعاون ويعني التنسيق في مختلف المجالات بين مختلف، والاستفادة كذلك من الفرص مع هذه الدول. وفي نفس الوقت كذلك ينزع الاحتكارية، خصوصا وقد أبان الاتحاد الأوروبي في كثير من اللحظات، ونحن نعيش اليوم على إيقاع يعني بعض التوجهات داخل الاتحاد الأوروبي التي تسيء للمغرب. يعني نلاحظ على أن المغرب يعني قد استفاد في السابق من أن احتكار هذه العلاقات في اتجاه واحد أو تركيزها على اتجاه واحد لن يكون في صالح المغرب، لا على المستوى الاقتصادي أو على مستويات استراتيجية أخرى، علما بأن المغرب يعني يعني يمكنه أن يراهن كذلك على هذه القوى الدولية الكبرى. يعني نحن نعرف بأن روسيا لها يعني موقع
دولي وازن، وهي كما قلت تطمح للاستئثار بأدوار طلائعية في النظام الدولي، علاوة على أنها عضو دائم العضوية في مجلس الأمن، والمغرب يمكن أن يراهن عليها فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية. كل هذه المعطيات حقيقة تبرز بأن هذا التوجه نحو تنويع العلاقات هو رهان رابح، وطبعا هو ليس سهلا، لأنه أن توازن ما بين الدفاع على قضية الوحدة الترابية بكل صرامة، وفي نفس الوقت أن تحافظ على علاقات متوازنة مع القوى الدولية الكبرى، وكذلك يعني أن تنوع شراكاتك مع القوى الدولية الكبرى أو في اتجاه فضاءات أخرى، ثم تحافظ على علاقات متينة مع الشركاء التقليديين، هذا أمر ليس سهل، ولكن يبدو أن المغرب إلى حدود الساعة استطاع إلى حد كبير أن يربح الرهانين، علما بأن كما قلت الأمر ليس سهلا، لأن لاحظنا في الآونة الأخيرة كذلك كيف أن المغرب أعطى إشارات لبعض الشركاء الأوروبيين، وخصوصا يعني سواء في إطار جماعي أو بعض الدول كإسبانيا ألمانيا فرنسا، بأنه يسعى إلى إرساء شركات متوازنة وليس شركات يمكن أن يكون ضحية لها أو شركات انتقائية، وهذا كما قلت يعزز طبعا مصالح المغرب. ولا شك أن هذا التوجه توجه نحو تنويع الشركاء هو أمر مهم جدا في عالم اليوم طبعا المليء بالتحديات الاقتصادية والأمنية وغيرها. نعم، إذا أستاذ زهدي، ما الذي تسعى إليه روسيا داخل القارة الإفريقية من خلال تنشيط علاقاتها مع دول إفريقيا في خضم استمرار الحرب الروسية الأوكرانية؟ في ظل الصراع الدولي الدائر حاليا الذي يمتد أو يتجاوز مدى حرب روسية أوكرانية إلى حرب متعددة الأطراف على الأقل سياسيا، وجود روسيا في هذا التوقيت في القارة الأفريقية ويمثل ظهير سياسي داعم للقرار الروسي في الأزمات الحالية التي تواجهها روسيا مع المجتمع الدولي، بالإضافة إلى أن الاندماج الاقتصادي المتوقع حدوثه فيما بين الاقتصاد الروسي الذي يعاني الآن من عقوبات وتحديات عالمية وما بين الاقتصاد الإفريقي الذي يسعى إلى النمو وإدارة عملية يعني جهود تنمية مستدامة في القارة الأفريقية، يجعل روسيا في هذا التوقيت تمد يديها إلى القارة الأفريقية كداعم لقضايا التنمية وأدوات التنمية في القارة الأفريقية. تحاول روسيا المساهمة في حل مشكلات الأمن الغذائي الذي تواجه القارة الأفريقية الآن، ومنها المجاعة والذي جزء كبير منه بسبب هذه الحرب التي روسيا في الأساس طرفا فيها. وبالتالي وجود روسيا استراتيجيا في القارة الأفريقية سياسيا وحتى عسكريا، يعني من ضمن أهداف هذه الزيارة أن روسيا تجهز إلى مناورات عسكرية روسية صينية إفريقية مشتركة قبالة السواحل الجنوب أفريقية. في هذا التوقيت تواجد روسيا عسكريا واستخباراتيا واقتصاديا بالإضافة إلى البعد السياسي يمثل عمق جديد للسياسة الروسية الطامحة إلى أن تحظى روسيا بمكانة دولية كركن أساسي من أركان إدارة النظام العالمي وسط تحديات كبيرة تواجهها روسيا فيما بينها وبين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. طيب، هل تعني اليوم زيارة لافروف إلى هذه البلدان الإفريقية مواجهة جديدة ومعلنة بين موسكو ويعني وواشنطن والصين ودول أوروبا في معاقل نفوذها السياسي، وأي تبعات لهذه المواجهة؟ بالتأكيد الأمر الآن يخرج عن إطار الخطط المعلبة أو الخطط الخفية أو السرية إلى مرحلة التنفيذ الإجرائي على الأرض. سرعة تلاحق الزيارات في هذا التوقيت، نرى زيارة من هنا وزيارة من هناك، جولات متعددة تختار كل نقطة في هذه الجولات بعناية، يعني لكل دولة من الدول التي سوف يزورها وزير الخارجية الروسي سبب منطقي لهذه الزيارة واضح للجميع. وبالتالي الصراع الآن يتحول إلى مرحلة إجراءات، لأنه لا توجد رفاهية الوقت. من يستطيع أن يتحرك أكثر عمقا داخل القارة الأفريقية على كافة الأصعدة يستطيع أن يحسم جزء كبير من أجزاء الصراع الدائر حاليا. ولم تصبح القارة الأفريقية الآن ولم تصبح فيما هو قادم مجرد أداة من أدوات التفاوض، ولكنها أصبحت شريك أساسي. من يمتلك علاقات استراتيجية أقوى يمتلك موقف تفاوضي أقوى في الصراع الحالي في العالم. طيب أستاذ الجريني، يعني هل تتوقعون أن تجد روسيا دعما أو تجاوبا في القارة الإفريقية في وقت لا تساند فيه مجموعة من الدول العقوبات المفروضة على روسيا، وهل تنجح في كسر محاولات الحصار التي تفرضها عليها الدول الأوروبية وواشنطن وتضعف نفوذها في المنطقة؟ هي مؤخرا أعلنت روسيا على أنها لا تستهدف يعني التضييق على التواجد الأوروبي في إفريقيا، ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار
مجموعة من المعطيات والتطورات يعني في السنوات الأخيرة، نجد بأن هناك استياء كبيرا من الدور الأوروبي في إفريقيا، على اعتبار أن هناك مجموعة من الدول الأوروبية ما زالت تنظر بتلك النظرة النمطية والاستعلائية للقارة ولكثير من دول القارة، بل إن كثير من الدول الأوروبية تورطت في دعم انقلابات ودعم صراعات يعني داخل هذا البلد، بل هناك الكثير اليوم من المؤشرات التي تبرز أن هناك نخبا اقتصادية وسياسية بدأت ترفض التواجد الأوروبي، وما حدث في مالي مؤخرا برفض القوات الفرنسية أو المطالبة برحيلها في دول أخرى، طبعا هذه كلها مؤشرات بوركينا فاسو فعلا، كلها مؤشرات تبرز بأن الدول الإفريقية، وهذا طبعا لاحظناه كذلك في مخرجات مجموعة من القمم الأوروبية الإفريقية التي تدعو فيها الدول الإفريقية بصورة واضحة إلى إرساء شراكات حقيقية متوازنة بعيدة عن تلك النظرة الاستعمارية، وتحيل إلى تعامل مع مجموعة من القضايا المشتركة كالهجرة وقضايا أمنية وقضايا التنمية من منظور حقيقي وليس من منظور يعني كما قلت آني أو منظور يعني يصب فقط في مصلحة الدول الأوروبية. وفي هذه وفي ظل هذه المعطيات طبعا روسيا أيضا هي ذكية و أو 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 السياسة الخارجية طبعا التقطت واستثمرت إلى حد كبير يعني هذه المتغيرات، خصوصا من خلال تواجدها في مجموعة من الدول، هذا التواجد الذي يتخذ طابعا عسكريا غير مباشر أو يتخذ كذلك طابعا اقتصاديا، وأيضا اليوم هناك السعي إلى إرساء ما يسمى بدبلوماسية المساعدات، خصوصا مع الإشكالات التي تعرفها إفريقيا فيما يتعلق بالأمن الغذائي. فلذلك هناك توجه من روسيا التي كلنا يعرف أن روسيا والصين يعني ليس لها ماضي استعماري في المنطقة، وهذا ما يجعل نوع من المقبولية من خلال صناع القرار الأفارقة الجدد الذين لهم رؤية مختلفة عن صراعات الحرب الباردة أو عن اعتبارات أخرى. ثم كثيرا من النخب التي انتخبت بطرق ديمقراطية تسمح لها باتخاذ قرارات أكثر نجاعة وأكثر يعني سلامة، وفي خضم هذه المعطيات يمكن القول بأن روسيا تسعى اليوم إلى أن تتمدد داخل الفضاء الإفريقي الذي هو فضاء له أهميته الاستراتيجية، له كذلك قيمته على عدة مستويات اقتصادية وسياسية وأمنية، ويبدو كذلك على أن روسيا تسعى من خلال ذلك إلى إرساء شراكة ربما قد تكون مختلفة يعني الشراكات التي أرصتها الدول الأوروبية في السابق، خصوصا كذلك وأن العالم اليوم يشهد تبدلات كبرى طبعا لاحظناها بعد الجائحة بعد ما حدث في أوكرانيا أيضا نحو إرساء نظام دولي تعددي، تسعى كذلك روسيا للاستئثار بدور وازن فيه مستثمرة بذلك تمددها في عدد من مناطق النفوذ وفي عدد من المناطق الاستراتيجية كما هو الشأن بالنسبة للقارة السمراء. نعم، إذن أستاذ زهدي، يعني الرئيس جو بايدن، الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن مراجعة السياسة الأمريكية الموجهة للقارة السمراء والتي كانت تفتقد إلى الأهمية الاستراتيجية لصانع القرار بالعاصمة واشنطن. ما هي معالم هذه المراجعة وأي أهمية استراتيجية يبتغي صانع القرار الأمريكي استخلاصها من القارة السمراء يعني مقابل هذا الحضور والمجهودات التي تقوم بها روسيا من أجل توسيع نفوذها داخل القارة؟ الولايات المتحدة الأمريكية استشعرت خطرا على مستوى علاقتها بالقارة الأفريقية، وبدأ ذلك في اتخاذ إجراءات لمواجهة ذلك الخطر، بداية من القمة الأمريكية الأفريقية في نهاية العام الماضي، والتي كانت كقمة مختلفة من حيث التناول وأسلوب الإدارة والموضوعات المختارة ومن حيث آليات التنفيذ، حيث وضع إطار تنفيذي تالي لتالي يوم بعد انتهاء القمة لأول مرة، وبالتالي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تنقل للقارة الأفريقية الاستراتيجية الجديدة التي تنتقل فيها الولايات المتحدة الأمريكية من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع. وبالتالي لم تدخر الولايات المتحدة الأمريكية جهدا منذ نهاية القمة الأفريقية الأمريكية لتثبت حسن النية وصدقها وإخلاصها في تنفيذ ما اتفق عليه. ربما زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية لثلاثة دول أفريقية منتصف الشهر الحالي كان يبدو بأنه إطارا تنفيذيا لهذه الاستراتيجية الجديدة، واختيار وزيرة الخزانة تحديدا
كان يعني بأن الأمر له علاقة بالتمويل أو علاج مشاكل القروض أو المشاركة في حل مشكلة الفوائد المتراكمة أو إدارة عمليات علاج عجز الميزانيات والموازنات في القارة الأفريقية. وبالتالي الاستراتيجية الجديدة للقارة الأمريكية تبدو واضحة في إطار تفوق الجانب الصيني الذي يسبق الجميع داخل القارة الأفريقية وظهور الجانب الروسي كلاعب جديد في القارة الأفريقية مستغلا بذلك يعني تراجع التواجد التقليدي للدول الاستعمار التقليدية في القارة الأفريقية. أفترض بأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تستهدف مصالح الشعوب في القارة الأفريقية أكثر من ذي قبل وتتعامل بشراكة متوازنة لها جزء كبير من الندية والتكافؤ والمنفعة المشتركة بينها وبين القارة الأفريقية وذلك لأول مرة في تاريخ العلاقات الأفريقية الأمريكية. لكن يعني برأيكم أستاذ زهدي هل سيتخذ الطابع العسكري قوة أو غلبة على الطابع الاقتصادي في هذا التعاون الروسي الإفريقي اليوم؟ أفترض بأن الجانب الاقتصادي في هذه المرحلة سوف يكون مؤثرا أكثر كثيرا من العسكري. القوة الاقتصادية الواضحة أو الخشنة أو القوة الاقتصادية الناعمة في هذا التوقيت التحالفات الاقتصادية والتشاركية في حل الأزمات الاقتصادية التي تواجه العالم الآن سوف تسبق الجانب العسكري لأن الجانب العسكري في حد ذاته ما هو انعكاسا إلا للأزمات الاقتصادية. الأمر لا ينفي بأن التواجد العسكري تجارة الأسلحة التدريب المشترك ورفع القدرات التواجد الاستراتيجي عبر القواعد العسكرية سوف يظل دائما ولزاما داخل القارة الأفريقية حتى الجانب المعلوماتي والاستخباراتي والتعاون الأمني سوف يظل قائما بالتوازي مع القضية الاقتصادية لكن تظل أو يظل الاقتصاد في هذا التوقيت هو طوق النجاة الذي يبحث عنه الجميع. طيب نشكركم جزيلا على كل هذه التوضيحات وعلى حضوركم معنا. كنتم معنا ضيفا من القاهرة السيد رامي زهدي الخبير في العلاقات الإفريقية. شكرا على حضوركم معنا. نشكركم أيضا ضيفنا من مراكش السيد إدريس الجريني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش. نشكركم مشاهدين على طيب المتابعة في أمان الله.